إن شعبنا قد صمم على نيل استقلاله فناله، وهو مصمم على صيانته فسيصونه. ما دام إرادة شعبنا هي دستورنا فسنمضي في طريق العزة والمجد، والله هادينا. هكذا اختتم الزعيم إسماعيل الأزهري كلمته المنشودة في اليوم الأول من يناير للعام 1956، هذا الخطاب التاريخي الذي جسد ذاكرة وطن. نقوش على ذاكرة وطن، هذه المساحة التي أسميناها تمنيا ومحبة لنحتفي بكم ومعكم بذكرى الاستقلال المجيد. أهلا ومرحبا بكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو، سعادة الفريق، الدكتور عمر أحمد قدور الأديب والشاعر وأستاذ القانون والنظمة السياسية، حبابك عشرة. مرحب، سعيد إني أكون معك، وسعيد أيضا في هذا اليوم المبارك أن أشترك معك في التهنئة لشعبنا العظيم، شعب السوداني، شعب الفريد في يوم استقلاله، وأخص به وبالتهنئة قمة وقاعدة، قيادة وشعبا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمر هذا العيد على الوطن وهو أوفر ما يكون سلاما والسعادة والتوافقا ورفع هي. اللهم آمين. يمتد الترحاب بالزميلة الإعلامية شاعرة والدكتورة نضال حسن الحاج، مرحب بك. أول حاجة مبروك، انهيتي للتو مشوار طويل من الدراسة الأكاديمية، وكل عام أنت بخير. كل سنة أنت طيب نزار، وكل المشاهدين بخير وصحة وعافية إن شاء الله، وكل سنة والسودان آمن سالم مستقر ومستقل. كل سنة وكل الناس بخير، ومبسوطة جدا أني أطل في بداية عام جديد، أرجوه عام وافر بالبركات والخيرات، وكل سنة أنت طيب. أنت طيب. مبسوطة جدا يعني أني أكون مع أستاذية، وأرجو أني أكون قدر القعدة اللي أنا فيها دي إن شاء الله، وتكون حلقة جميلة إن شاء الله. يمتد ترحابنا بالفنان الموسيقي والمهتم بالغناء السوداني عاطف عبد الحي، حبابك عشرة، كل عام أنت بخير. أنت بخير والله، والموسيقي دي ما في كذا بكت شوية كثير. شكرا لك، كثر خيرك حبابك عشرة. أبدأ بك سعادة الفريق، ونبدأ بمحورنا الحديث عن المبدعين ودورهم تجاه مجتمعهم وقضايا مجتمعاتهم. أولا في ذكرى الاستقلال لا بد أن ننتبه إلى الدور العظيم الذي قام به أهل الفن وأهل الثقافة في صنع الاستقلال. ويمكن أستطيع أن أقول أن الجيل الذي صنع الاستقلال جيل مثقفين. صحيح. البصمة الأولى لهم هي الثقافة. صحيح. والرجل الذي رفع علم الاستقلال، بل هم الرجلان اللذان رفع علم الاستقلال، أحدهما يمثل الحكومة المنتخبة والآخر يمثل المعارضة، جناحي الأمة. كلاهما مبدع، وكلاهما من الذين خدموا قضايا الأدب والثقافة في السودان. الجيل ده قد لا يعلم، الجيل قد لا يعلم أن الرئيس الخالد إسماعيل الأزهري عندما كان أستاذا في كلية غردون، وغردون كانت في ذلك الوقت قمة التعليم، كان رئيسا لجمعية الأدب والموسيقى، رئيس فعلاً شخصيا، وكان يمرن ويدرب الأبناء الذين سوف يكونون قادة الغد على الثقافة وعلى الأداب والفنون. ثم المحجوب، وما أدراك ما المحجوب؟ هذا الرجل الموسوعة العبقري المتعدد الاهتمامات، صاحب قلب وتجارب، شاعر عظيم جدا، أيضا من الزعماء، زعماء الاستقلال. قياسا عليهما، قياسا على هذين الرجلين العظيمين اللذين يرمزان إلى وعلى الاستقلال، نجد أن القصة بدأت بثقافة وبدأت بفن منذ عز في هواك ومنذ الخليل، بل قبل ذلك في جمعيات القراءة، بل قبل ذلك في اللواء الأبيض الذي بدأ جمعية ستارها الثقافة باطنها السياسة والنضال. ولذلك هذا الجيل جيل فريد في ثقافته، بل يندر أن تجد رجلا منهم ليست له موهبة
أنا أعتقد أن السياسي الذي بلا موهبة ينقصه بكثير جدا، لأن الموهبة تسقل الوجدان، تسقل الإنسان، تسقل القائد، تربطه بقضايا جيله، قضايا وطني، بل بقضايا العالم الثقافية من حوله. ولذلك جيل المثقفين جميعهم، خضر حمد، عبد المجيد أبو حسب، يحيى الفضل، صاغ محمود أبو بكر، نعم، أمين التوم، الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله، حسن محجوم مصطفى، هذه الأسماء أغلبها مبدع، بل من ذكرتهم هنالك من تخصص في المسرح كأمين التوم، وهنالك من أبدع في الشعر كيحيى الفضلي أو كعبد المجيد أبو حسب. هذان كان وزير ثقافة في يوم من الأيام، كلاهما شاعر كبير جدا. وليس ذلك فحسب، بل الجيل الذي دعم هؤلاء الرجال كفوراوي الأب الشرعي مع سعادة اللواء الراحل طلعت فريد، مسرح القومي، تلفزيون السودان، الإذاعة، فنون الشعبية، جيل مبدع، جيل مرتبط بالثقافة وبالأدب. وبالتالي من النادر أن تجد رجلا أو سيدة من ذلك الجيل إلا وله بصمة أدبية، بصمة شعرية، بصمة موسيقية. سعد فريق، نحن نتكلم عن المبدعين ودورهم تجاه المجتمع، ذكرت عدد من المبدعين اللي كان عندهم أثر بارز في الحياة السياسية وفي نضال ضد المستعمر، كذلك أثر بارز في جانب الأدب كمحمد أحمد المحجوب، إسماعيل أسري، وخضر حمد. في تلك اللحظات يقال بأن السياسة قد أخذت هؤلاء المبدعين من جانب الأدب، خصوصا بعد الاستقلال، والكلمة الشهيرة التي ألقاها إسماعيل الأسري في خطابه بأنه قد الآن يعني حققوا هدفهم اللي من أجله كانوا يعملوا، وهو منافحة المستعمر، والآن أصبح الدور تجاه الحفاظ على هذا الاستقلال. يقال بأن عدد من هؤلاء الأدباء والسياسيين في بدايتهم يعني يتحولوا من الجمعيات الأدبية، أو حولوا حتى الجمعيات الأدبية إلى جمعيات ومجمعات سياسية. نعم، هذه حقيقة. أولا يمكن نحن تعرضنا لهؤلاء الرموز من الحزبين الكبيرين. أيضا الأحزاب التي كانت صغيرة في البداية أيضا قادها مثقفون. الحزب الشيوعي السوداني قدم من الرموز الثقافية أسماء لامعة جدا، أولهم زعيم الحزب الراحل عبد الخالق محجوب، كان كاتبا متمكنا جدا، كان عاشقا للأدب، كان له دراسات حتى في جانب الإسلامي وله كتيب معين عن كيفية التطبيق. أيضا منهم الأستاذ الكبير محمد إبراهيم نقد، أنا هذا الرجل الفاضل كان يعتبرني صديقا مع فارق السن، وكان له رأي عظيم جدا جدا في التيارات الثقافية. وأذكر مرة من المرات التقينا وجئت على شرفه لندوة يقدمها، فقال لي كلمة طيبة جدا، قال لي أنت وأخوك ماشيين صح، أنت وأخوك، يقصد السير أحمد قدور عليه الرحمة، يقصد السير قدور. ويمكن نقد قصد أنه نحن اتجاهنا قومي، استعان كلامي قومي، وبالتالي الأدب والثقافة تحتاج للقومية. متى ما انحزت إلى تيار معين قضيت على نفسك. أنا حعود لهذا السرد التاريخي الجميل، نضال لكل من اسمه نصيب، ونحن نتحدث عن الاستقلال والنضال ضد المستعمر. هذه الحلقة تحمل عنوان نقوش على ذاكرة وطن، ولعل المرأة قد نقشت عميقا في هذا الوطن بما قدمت من مبادرات. نشوف يعني دور المرأة أيضا فيما يلي جوانب الاستقلال وما بعد الاستقلال، يعني المفروض تتنزل معاني الاستقلال إلى يومنا هذا، ونحن نحتفل ب 67 عام من مرور استقلال السودان. صحيح، كثير من الأسماء، الحديث شيق طبعا، البروف ما شاء الله يسوقك بعيد. أنا بس قبل ما أدخل في إجابتي على سؤالك أعلق على حاجة أنت قلتها والبروف جاوب عليها بطريقة ما لكن مشبعة جدا، اللي هي إنه هل السياسة بتاخد الناس بعيدا عن الإبداع؟ أنا في رأيي إنه الإبداع جزء من تكوين الإنسان، فبالتالي لا يمكن إنه يقصيه شيء عن إبداعه ويمارس الإبداع، وإن ظل لا يملك ولا ذرة وقت عشان يبدع سيظل يبدع. والدليل إنه رغم المشاقة السياسية الكبيرة، المؤلفات الكثيرة للأسماء اللي ذكرها كلها هي بتدل على إنه فعلا ما في شيء بياخد الإنسان المبدع بيلقى وقت لأنه يبدع يعني. ودي يمكن من الميزات. الأسماء اللامعة والحركة النسوية يعني لا تخطئها بصيرة ولا تخطئها عين.
الكثير من النساء لمع اسمهم في التاريخ ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال وأثناء الاستقلال، يمكن ارتبطت كثير من الأسماء من مهيرة بتعبود 1826 و خالدة زاهر كانت طبيبة، كانت طبيبة ما بعد كده، كان في حواء الطقطاقة وارتباطه بالغنى للاستقلال المناسبة والعلم والكثير من الأسماء اللي نقشت يعني على تاريخ السودان. وطالما صحنا أصلا في نقوش وفي ذاكرة، أنا أسعد جدا أني أكون هنا وأسعد جدا أني أكون في المناسبة دي، وإن شاء الله ننقش على ذاكرة الزمن ببعض الكلمات إن شاء الله. شكرا لنضال على الكلمات. عاطف، ننقش على العود بما اخترت من لحن نهديه لكل المشاهدين في المناسبة العظيمة دي. حاضر، نسمع شنو؟ حديث ولا قديم؟ ليك الخيار. طيب، سفر كفاح روته الحقب، نزمت شذاها وطيب سراها، نزمت شذاها وطيب سراها، وذوب هواها جرى في دمي يعزز فيه سيرا مقدمي، وأرضي هنا وأرضي هنا. فنحن الفداء لنور
وعود الردى فنحن الفدا جنود الردى فنحن الفدا جنود الردى فنحن الفدا جنود الردى نعيش عليها ونفنى لها ونحمي حماها ومشعلها بلادي أنا شكراً. شكراً. أعود لك يا نضال، والأغنية دي بتسوقنا لسؤال مهم جداً، وهو دور المبدعين والمسؤولية اللي تقع على عاتقهم تجاه وطنهم. نحن يمكن بنعيش في ظروف لا تخفى على أحد، وضع حرج جداً. صحيح. وده بيقع على عاتق كل المبدعين بأنه يقوموا بدورهم، اللي يمكن يكون عدد من السياسيين أو جل السياسيين ما قاموا به. صحيح. أنا بعتقد أنه طول ما أنت ربنا أداك لسان وشعر لسان قومه من منطلق أني أكتب الشعر يعني، فطول ما ربنا أداك لسان تعبر به عن قومك وإنت ما أحسنت استغلاله، إذن أنت مجحف في حق الناس اللي بيسمعوك. فالمسؤولية بتقع على عاتق أي مبدع بغض النظر عنه مبدع في أي مجال. المسؤولية كبيرة جدا وعظيمة جدا، خاصة في الظروف زي اللي احنا مارين بها وزي اللي مر بها البلد الآن. ويمكن قبيل البروف أشار لنقطة إنه أنت طول ما أنت مبدع وقومي أنت بتقدر توصل صوتك لأكبر عدد ممكن من الناس، وبتقدر تخش قلوب أكثر عدد ممكن من الناس، لأنه أنت انطلاقك من باب غيرتك على الوطن. صوتك مارق من عمق وجعك على بلدك أو وجعك عشان بلدك أو عشان ناس بلدك. فالحاجة دي برضو ممكن تكون واحدة من النقاط اللي بتعتبر نقاط قوة لأي مبدع إنه يخاطب بها الناس، واللي بنرجو إنه نسأل الله إنه يوفقنا في إنه نكون قدرها يعني. طيب خاطب لنا الناس بما تختاري من نصوص يا نضال. طيب ده مطلب قومي شكله. أختار واحدة من القصائد اللي أنا كتبتها وأنا عمري 19 سنة. يا سلام. وده بيدل برضو انه حتى السن بتحكم، يعني السن ما بتحكمك، العكس. انا داير اقول انه السن ما بعدين يا خالد الكلام ده في المونتاج. ده دليل على انه حتى السن ما بتحول دون انك انت توصل صوتك او تقول كلامك الداير تقوله، باعتبار انه انا كنت بضة يعني في الوقت ذاك حتى كوعي بتاع. الله يديك الصحه والعافيه ان شاء الله، رفع معنويات يا نزار. 19 دي افتكرتها يعني امس ولا مس، لكن الله يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. فكانت مسؤوليتي حاساها كبيره، فكان صوت حب الوطن الجواي ولد، فما اقولك بتقولي زاطهر العشق بقى لك وجب غسل الجسد بالضي، وإذا ظل المقيل عينيك فرض تتوقى بعيني، وإذا كان العلاج عندك فمرحبتين حباب الكي، وإذا زرعك نبت في الجوف شنو ما بيبقى فوق الصي، سلام مطر أمنك خريف قلبا معود يوم يحصد خوف، سحاباتك تبل عرق العطش في الجوف، ومرحبتين حباب وعماي مرحبتين حباب وعماي، إذا ما كنت أنت الشوف وإذا ما كنت نبض الروح دو الجرح النبت في الدوف، فلو تأذن بدور أسأل منو اللي أداك تذاكر رجعة الزهرة الكساه الطل، منو الخلاك بين أشعار تجاوب لما تسأل هل يجوز أهديك رزاز غنوات مربطة احتمال الحل، إذا كان الجواب ممكن منو الخلاك فينا وطن ملان إيمان من الفاضي ومعبى من المسافة سكن، منو الغناك وبيك رطن منو السندك عليه ظهر الزمان الشوم، ملاك محن منو السكبك عقاباتك
منو رفعك غنى ودوباي بعطر فيض مساحاتك؟ منو الدلاني لي أرضك عشان أسكن مساماتك؟ منو الختاك في ذاتي وملاني صبابة من ذاتك؟ بدور تفتح عيناتك، بدور تفتح عيناتك تلاقي الأولي الصلاح، تلاقي عقاب وليداتك، بدور تتوكى إيماني وتمش، تفقد حواشاتك، تشيل سلوكة، تتقدم، تزغرد رغم آهاتك، تتارب في خلال أيام وينقط فيك سما الآلام عرق ورق الغنى الكلام، ينقط فيك سما الآلام عرق ورق الغنى الكلام. بدور تتسقى من عيني وكتنزف جراحاتك، ودورك يا وطن شامخ، بدورك يا وطن شامخ تسند الحيل إذا ما مات، ودورك تنزفك ذاتي وتداوي نزيف جراح الذات، بدورك يوم فرح عمرك تبشر بر للجنيات، ودورك يوم صلاة العيد تبارك العيد على الأمات، بدورك حي، بدورك حي إذا نوسر فتق أحشاي نبض صمت الجراح الني، وإذا ماتت معاني النور بدورك تبقى لي الضي تلتك توب حج الحبوبة يوم حنة مليح الزي. فلا تنداح ما تنداح إذا فتق الزمن دلقان هديماتك، ولا تيأس إذا طول ظلام الليل مناحاتك، إذا غابت صباحاتك وإذا نزفت جراحاتك أنحن يا نجنياتك، وإذا سريكتي انهدت ملت أشلاء مساحاتك، إذا سريكتي انهدت ملت أشلاء مساحاتك. فلا تنهار، لا ما تنهار، ولا تحرق إذا ولع صميم قلب المواجع نار، ولا تعفانا لا نعفاك لزمن جزاه التار، صبر ثم كال مريود إذا تقولب عليك وفار، وما تندم ولا تندم فداك يا غالي انت الدم، فداك صوت الغنى الغناي، فداك قلبي ومجاري دماي، فداك خط القلم والناي. منو القالم تحمل الهم؟ شنو البشبه وجيها غير قعاد البن وجر النم؟ وحاتك يا وطن حاشاك، وحاتك يا وطن حاشاك، مثبت في مسار بالجوف اذا كتر الصبر لا شاك، مدسدس بين عروق الزول إذا ما حاول يتناساك، وشوقه بيسوقه ليك غصب إذا ما صابحك ماساك. أجيف شخبت علينا هواك، أجيف شخبت علينا هواك، وسم فينا أي وريد عشان نحفظ حروف مغناك، وسوق غيمك على كل حرب تطعن بقفاها قفاك، وشد قلب الكتابة سرج يجيف في السكة ويتلقاك، وتلقى الريدة بين يدي، بتلقى الريدة بين يدي. إذا فارقت كسا بجيك سمات اللهفة في عيني، وختم الدهشة في شخصي، وصفات اللوعة شاهد عليه دايتي، عليه أضان زمن مدسدس في مسام الغي. وإذا فرضك صلاة الشوق بشد أو تار عصب حسك، وتاجر بقواي في السوق عشان أتوسد إحساسي، وأراهن بقلب مسروق، وكورك أكورك أكورك قلبي ليك بالدين، مسام الغنوة والإيقاع مجابهة الزمان الشين، نبض قلب العشق والعين، فرح موسم عديلة وزين، ببيعك صادب المجان وما خسران ولا خسران، عشانك انت يا وطنا بصد جيب الفلس مليان، وشيل طوريتك توكل عليه مطر الأسر رويان، علي ناسا بتاكل اللقمة واسوق الأنين الحان، وراضية عشان تبيع الفرحة في أسواق شق الأحزان، بتستكتر مروق الروح بدونك وتشتهي الحرمان. وطن مبدع، وطن فنان، وطن بقامة الإنسان، وطن كفت معاني الجوع وعى وكان الفقر سكران، وطن إيمان. فما قولك ما قولك إذا سكن البكم صمتي ومضغ حس الزمن حولك، وما قولك إذا سلب القصر طولي وقفت أشابي ليه طولك، وما قولك إذا صنقع خريف غيمك نكت بطن الزمن غولك، وإذا دمي وأبوي وأمي وأنا وعمي غناي وشقاي هواي ودماي أناي وسواي صبح كل النظم هولك. فما قولك وطن مبدع، وطن فنان، وطن بإقامة الإنسان، فما قولك. يا سلام. شكرا شكرا يا نضال على هذا النبض الحي. تفضل سعادة الفريق، عندك تعليق أول حاجة على والله يعني لا عطر بعد عروس. يا سلام. هذه قصيدة جميلة، ويمكن دي تقودني مدخل إلى نقطتين. أولا إنصاف المرأة السودانية في موكب الاستقلال. المرأة شاركت في وقت مبكر جدا جدا في الحركة الثقافية الوطنية، رغم أن الظروف في ذلك الوقت ما كانت بتتيح للفتاة
أن تطلق صحيح. أو أن تعبر أو أن تلقي مثل هذا الشعر الجميل الذي ألقته الآن نضال. ولكن هنالك أسماء لابد أن تذكر بالتقدير، بدءا من ملكة الدار صحيح محمد أحمد روبير عروس الرمال، ووصولا إلى الرائدات في الميال الثقافي وهم كثر ولسنا بالقلة، وكثر وما نشر هو القلة صحيح. ولكن المبدعات في ردهات الدور والبيوت كثيرات جدا صحيح. أنا أذكر من الجيل الذي عاصر الاستقلال بعض الأسماء زي حكمة ياسين، زي سمر القدير محتسب في مجال الشعر، في مجال القلم كانت هنالك فاطمة أحمد إبراهيم كانت رائدة جدا مجلة صوت المرأة، ومن الرواد اللي فاطمة لها بصمة عظيمة جدا، فاطمة السودانية حتى النخاع حافظ على التوب والتوب الأبيض اللي هي بصمة جيلة من الثانوي، على الخلق السوداني القويم جدا، على إن بنت أسرة بنت الشيخ أحمد إبراهيم، وأيضا العمل اللي بذلته فاطمة ما غير من شخصية على الإطلاق. هل كانت فاطمة لوحدها؟ أبدا، كانت البدايات أيضا قومية معها من الرائدات، والتي يعني أذكرها الآن بكل التقدير وقد نعيتها منذ أسبوع، وهي الراحلة الكبيرة جدا سعاد الفاتحة البدوي. لا بد أن تذكر هي ومعها أسماء أخرى زي حاج كاشف بدري، وأنا ذكرت فاطمة أحمد إبراهيم، أخوتها زينب الفاتح أيضا كانت شريكة في المسيرة، آمال عباس، من الأسماء ذلك الجيل الذي عاصر. أنا هذه الأسماء عاصرت الاستقلال، من ذكرتهم الآن عاصروا الاستقلال، ولذلك حرصت على التركيز على هذه الأسماء، بالتأكيد في أسماء أخرى صحيح. زي فاطمة طالب، زي ذكرتها منذ قليل الدكتورة خالدة زاهر الساداتي، أسماء كثيرة جدا ذكرت الآن. طيب يعني سعادة نعم. الفريق بعد كده ثورة 1924 نعم. اتجه المثقفين في السودان إلى جانب تثقيف المواطنين، وبعد ذلك حتى غنى التني ما بخش مدرسة المبشر وعندي معهد وطني العزيز، فبدوا بإقامة المسرحيات و تدريس الناس وتثقيفهم عبر مختلف الأذرع، في كان في الخلاوة، كان في المجمعات الصغيرة. ده بيقودنا مباشرة لدور مهم جدا، وهو دور الصالونات الأدبية اللي قيمت واللي كان فيها حسن نجيلة وخليل فرح. كان في صالون دارفوز في مدرمان، ويقال إنه كان صالونين، وبعده قيمت جمعية الفتيات المثقفات اللي كانت فيها خالدة زاهر وغير. خلينا نتكلم شوية عن جانب دور الصالونات الأدبية، واللي منها كانت بتطلع المناشير، وكان خليل فرح بينضم أشعاره هناك. أولا بدأت الصالونات في وقت مبكر جدا كما تكرمت بدارفوز، والغريبة أنا جيت قبل يومين ثلاثة من الثورة يا عاطف، مريت على دارفوز القديمة في آخر المظاهر بعد ما تكمل حياة العرب وتكمل المظاهر كمان وتلف على الثورات، على مدرسة محمد حسين، المباني القديمة لدارفوز البيت حتى الآن لم يتغير. ولكن كما تفضلت أيضا ناسنا في الموردة عندهم غيرة، عندهم جمعية الهاشماب، محمد عجل الصديق، وأبروف نعم وأبروف حنذكرة ناسنا، ناس المورد أهم المورداب، وأنا مورداب أنا من القراقير أنت عارف، حريصين جدا على دارفوز اللي يقدر مبروكا في المورد اللي وصلت بيوتهن. الغريبة مزروعة وصلت بيوتهن في المورد، حتى الآن محلها معرض سيارات مقابل نادي الضباط القديم في مدرمان. أيضا يقولون دي فوز أيضا، إن كانت هذه أو تلك كلاهما دليل ومؤشر على يقظة الحركة الثقافية في وقت مبكر كقائد الحركة الوطنية كما قلت منذ قليل صحيح. ولا بد أن أذكر أسماء في ذلك الوقت من القادة الذين قادوا ذلك العمل قبل سنة 19، الراحل المهندس محي الدين جمال أبو سيف. أنا فتحته على عمنا محي الدين جمال أبو سيف، عضر في ذلك الوقت بعد الاستقلال، كان باشمهندس سكة حديد، وهو والد دفعتي وصديق الطفولة المرحوم الدكتور محمد محي الدين جمال أخصائي المخ والأعصاب رحمه الله. كان معهم توفيق صالح جبريل، عبد الله بيك خليل لم يكن بيك في ذلك الوقت، كان شاب في مقتبر العمر، شاب وطني عبد الله خليل متكفل بالمنشورات وهو ضابط، عمل خطب جدا على فيه يكلف حياته يعني، هم الدفعة كانت مع علي عبد اللطيف،
وكان منهم أيضا شقيق توفيق صالح جبريل الملازم الضابط سر ختم صالح جبريل، وأسماء كثيرة بعد ذلك، حسن شريف، حسن صالح البطباجي، والقطب عبيد حاج اللمين. هذه الأسماء تذكر بالتقدير العالي جدا في ذلك الوقت، الشاعر الكبير جدا وكان نوارة الأدب في هذه المجموعة المثقفة صالح عبد القادر، صالح عبد القادر المبارك رجل الهوبجي الجعلي النفيعابي رغم اللون الأحمر الشديد ده. ولذلك دول كانوا قادة خطيرين جدا، وكانت لهم وظائف على فكرة. الوظيفة في العشرينات شيء خطير على فكرة، أن تفقد وظيفتك يعني كارثة. لم يهتموا على الإطلاق لا بالوضع الوظيفي ولا كانوا وطنيين حتى النخاع. وانبثقت من هؤلاء الرجال جمعية اللواء الأبيض. نحن حنجي نواصل في سردنا التاريخي. نعم. وعن دور المبدعين تجاه الوطن وفي منافحة المستعمر. نعم. عاطف تغني لنا شنو يا عاطف؟ نعم جدا. طيب أنا حغني أغنية يعني بجد كده، الأغنية دي حتكون إهداء خاص. جميل. إهداء خاص للأستاذ نضال. يا حسن سلام الحاج. كتر خير. بارك الله فيك. أنتوا حتشوفوا الحاصل شنو. وطنية محضة طبعا. جميل. الخطوة الأنيقة ترنيمة مشاعر، أنا بيه كل عمري بمشي لو بسافر، بنحب من بلدنا ما بر البلد، سودانية هوا عاشق والبلد، في عيون المفاتن شماله حد أجمل من بناتنا، مين في الدنيا دي أجمل من بناتنا، عليهن قلوبنا والفيهن صفاتنا، العيشات في روحنا والعيشات في ذاتنا، بنحب من ما برا البلد. يا سلام. سودانية تهوى عاشق والبلد، في عيون المفاتن شمال الوحد. في حلف البداية أحلامي وهنايا، أنا عايش لحبي المخضر برايا، النافرة الأليفة ستروح وهدايا، بنحب ما بر البلد، سودانية تهوى عاشق والبلد، في عيون المفاتن جمال وحد. أنا ليفي كريم شايقي بسلوخة، نعتز بصفاتها ما نجهل تاريخها، ما
ما هالمام يا ريتي مو يا هالمسيخة في عيون المفاتن شمل وحد في سنكات بنعشق بالثمرة وأبية في سنكات بنعشق بتسمرة وأبية ترتاح في الضريرة خصلات الغنية عاشت في شعوري أحلى هدندوية بنحب من البلد ما بل البلد سوداني عاشق البلد في عيون المفاتن شمل وحد لو استلقت مليانة السمحة ونظيرة لو استلقت مليانة السمحة ونظيرة تتنى الحليفي مشية أميرة أجمل حب عندي في قلب الجزيرة بنحب من بلدنا ما بلا البلد سودانية تهوى عاشق والبلد عيون المفاتن شمل وحد الورثات جدود في الجود والشجاعة الورثات جدود في الجود والشجاعة قلبي صار جمال من زمن الرضاعة قلبي صار جمال من زمن الرضاعة سودانية مية المية في ذوق وطباعة يا ناس ارحموني أنا قلبي في رفاعة ما بل البلد سودانية تهوى عاشق والبلد في عيون المفاتن ليف الغرب أغيد ليف الغرب أغيد في دار عمر والبكارة نحميها بسيوفنا تفاح ونضارة ليف الغرب أغيد ليف الغرب أغيد في دار حمر والبقارة نحميها بسيوفنا تفاح ونضارة تطربنا الليالي وتسكرنا النجارة بنحب من ما بر البلد سودانية تهوى عاشق والبلد في عيون المفاتن شمل وحد ليف جوب الساحر تسلم لي خدوده ليف جوب الساحر تسلم لي خدوده يمرح في غاباته يسرح في وروده حب الغالي له ما بيعرف حدوده بنحب من ما بر البلد
عاشق ودمهد. يا سلام. في عيون المفاكن سيما للوحد. كالعادة تفضلي طوالي، تفضلي يا نضال. الأستاذ عاطف بهدي الأغنية الرائعة دي لكل النساء اللي بيستمعن، لكل السودانيات، النساء السودانيات اللي بيسمعننا واللي بيشاهدنا الآن البرنامج. وهي أغنية فعلا يمكن أي امرأة سودانية وأي أنثى سودانية بتحس روحها قاعدة جوا الأغنية بطريقة ما. فشكرا كثير أستاذنا عاطف، ربنا يديك الصحة والعافية. الله يخليك. بيدوريك وأنا أقوم أهديها لكل نساء السودان كبار وصغار أجمعين. وده يعني خلى في سؤال يعني يطرأ في بالي، هو زي ما الرجال في الوجدان السوداني يعني غنوا للنساء ولجمال النساء ولحياة النساء، كذلك المرأة غنت للرجل. صحيح. وده كان عنده دور كبير في إلهاب الحماس. صحيح. غنت أخت عبد القادر تحبوبة بتريد اللطام، مش كده؟ أيوة. غنت أيوة. وغير غير من صحيح. بقية الكنداكات و الشاعرات اللي غنوا على مر العصور. صحيح. فنتكلم برضو عن الأدوار اللي قامت بها المرأة الأديبة والأدوار اللي بتقع على عاتقها أيضا، والمسؤولية كبيرة يا نضال على المبدعين. نحن كالعادة يا نزار الرجل السوداني بتشيله الهوشة الهاشمية، الهوشة بهوش. فالهوشة دي واحدة من الحاجات اللي بتولع قلب الرجل السوداني شكر المرأة، ويمكن مش فقط السودانيين، على مر التاريخ يعني. وجيش كامل عشان ومعتصماه طلع يعني جيش. فالرجل السوداني يعني استجابته بتكون سريعة لما تكون المستغيثة أنثى. وأعتقد أنه دي واحدة من الحاجات بتاعت الشهامة والمروءة اللي بيمتاز بها الرجل السوداني، واللي هسي بقت يعني ما أقدر أقول حصريا على الشعب السوداني، لكن كثيرة في الشعب السوداني أكثر من الشعوب الأخرى. الحاجة دي برضو أسقطت على كاهل المرأة السودانية قديما وحديثا مسؤولية كبيرة. يمكن شغبة غنت، وزي ما قلت قبل مهيرة غنت، ورغية غنت، وما في يعني مرة غنت لراجل إذا كان أخوها، إذا كان أبوها، إذا كان زوجها، أو إذا كان حتى بنونة بنت المك فعلا، إذا كان حتى الزول المارق للمعركة، المرة غنت خلاص النصري واجب بعد ده. فدي برضو زي ما قلت مسؤولية كبيرة. نضال نغني اليوم إحنا نغني اليوم لنا بس يا أخواني المشاهدين بعد الأسماء اللي تقالت دي ينفع يعني. طيب أنا أقول حاستعين بذاكرة التلفون. أنا يا إخواننا المشاهدين حاعتذر لأنه خمسة سنة من أنا هجرت الشعر وهجرت الإعلام وجأت إلى الطب. فهسي حديثا قاعدة استعيد العلاقة شوية شوية، يمكن أول إطلالة لي بعد حبابك الله خلصتها يعني. يلا يسعدك. طيب بتقول سودانية نحنا الماسي معبنا ورو تنتر الجبال واخواني ما بنترو التاريخ كما بنقريل بكرو ديوش الانجليز بيدو شكتن ما فرو نحن بندخل الكرنم ديوي ورصاص ونحن نقابل الجبخانة بالحصاص أبشري خيلنا ترها للموت غلب القصاص نجيب التار ونذكر قابنا للقصاص وهلي بتويب البشر قصده ندار ويوم الردح في العر كان عرف مقدار الضيف اضبحول قبل يحصل دار والموت بزخيرة بلاقوا بيس الدار أبشر والله أبشر وهو لها الاستبات والدكر المسلول هول يشرب كل هين ويسول حلول سم اللندرين الفلك باد محلول عككز للعماية وقدرة للمشلول وسابل توب عروض وكلمة ما بنقضوها وإن العفة شيكات وحد بنضوها خلي العيبة يا زايد نضارة وضوها ديل كراس محاصات والأمور بقضوها
فينا أصالة، فينا بسالة ما بتضاها، فينا اللي بيبسط الرايقة وبيعجب رضاها. يا سلام. غيرها للصغير أي قاسية قضاها، بيوش الإنجليز قول لي من نص الضاها. لفت دركانة والواقعة ودو المسقومة، أهلي حناضل العركة وشراب زقومة. يا سلام. أهلي السمتة في النايبات، أهلها وقومة تهاب أقدام ونرضى المعركة الملغومة. أنحنا الحن ونحن الجن، وقولة يابا نطرب يوم يسود الموت تسل نيابة. أبشري أبشري. دفاع الرقاب ما درعونا نيابة، شوم للشوم وقت الطيب أهلي طيابة. ما فينا العروض جارات وفد يوم خانة، سمتانين وعرضانين وفينا سخانة. مرضا فينا ما بتداوى بيش فخانة، كوننا في الياباس واللين مواتي تخانة. مرينا بنقبط في السدر شقاق، وصح دكرنا للفقر المكان شقاق. صح حارين نعلق في القلب بقاق، ومارقين للشدايد روحنا في الطقاق، ومارقين للشدايد. يا سلام. ابشر والله يا نضال. ابشر بخير. ابشر. يا سلام. شكرا يا نضال. الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله. سعادة الفريق، هل قل الشعور بالوطنية أم قل وعي المثقفين بقضايا وطنهم؟ نحن يعني الآن بنشهد أوضاع يعني لا تسر عدو ولا صديق في بلدنا السودان. أبدا، بالعكس. نحن عندنا منتدى في الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين الذي أتشرف بقيادته. هذا المنتدى كل ثلاثاء ظهرا. لا تتصور عدد الشابات المبدعات وعدد الشبان المبدعين، عدد مهول جدا ومواهب حقيقية جدا. الناس ما أتحت لهم الفرصة لإبراز هذه المواهب، ولم يحدث الاستقرار المطلوب. استقرار هو السجادة الخضراء التي ينتثر عليها الإبداع. إن لم نحقق الاستقرار وإن لم نحقق الوفاق، لا يستطيع المبدع أن يبدع، وإن أبدع لا يستطيع أن يعرق. وبالتالي أنا بفتكر لا نظلم هذا الجيل في وطنيته، لا نظلمه في شعره ولا في غناه، كله موجود على فكرة. وعلى مستوى العاصمة مراكز الشباب والمراكز الثقافية مليئة على فكرة بالشابات والشبان، وبالتالي أنا مطمئن. ويمكن أتذكر في خارج الوطن في اللقاءات العربية والإفريقية والعالمية اللي أنا بشهدها باسم الأدباء، مرة في القاهرة قلت لهم نحن أكثر الشعوب العربية شعرا، فاندهشوا جدا الشقاء المصريين يعني، ويستغربوا لأنه أنا قريت هناك وهنا وعارفين يعني أنا ويعني صلاحة عظيمة معهم. بقول لهم نحن ظلمتنا المطبعة في الماضي والآن الظروف، لكن عندنا شباب مبدع، وأنا مؤمن بالشباب إيمان غير عادي، وفي أبناء جيلي الذي لا يؤمن بالشباب لا قضية له على الإطلاق. الذي لا يؤمن بأن الشباب هو أداة التغيير وأن المستقبل للشبان، الشباب حتى الصغار في الشارع ديل المستقبل بتاعهم هم. وبالتالي أنا مؤمن إيمان قوي جدا بهذا الجيل، وأبشر أنه إن شاء الله إذا تمكن واستلم الراية سيقود البلد أحسن مننا نحن إن شاء الله، أحسن من جينا بإذن الله. وأي واحد زيي بيكون سعيد لما أولاده وأحفاده ينطلقوا أحسن منه. صح. دي أمنيتي. صحيح. يعني أنا أكون جامع لكل شيء وحاول لكل شيء، وما أنجبت جيل عظيم يا أخي، ما أديت رسالتي إذا. صحيح. وبالتالي هذا الجيل في الجامعات، وأنا سعيد جدا قد لا تصدق عدد رسائل الدكتورة. كدكتورة الآن بعد يومين حتكون دكتورة خلاص. اللي أنا ناقشتهم في الآونة الأخيرة دون 30، آخر زور ناقشته الأسبوع الماضي وعمل دكتورة ممتازة جدا عن الازدواج في الجنسية القانون الدولي الخاص، وكنت رئيس اللجنة. أنا مندهش جدا. ثلاثة منهم تقدموا للتسجيل. ده الشباب، الشباب على فكرة بكرة وبعد بكرة ده الشباب. طيب. نعم. ساعة الفريق في ندوة قيمة في الأبيض، محمد أحمد المحجوب أخرج القلم وقال بهذا القلم خرج الإنجليز، لعلها رمزية لدور العلم والمثقفين تجاه قضايا الوطن. دي برضو واحدة من النقاط المهمة جدا، والتركيز على التعليم في الفترة الحالية وجودة التعليم عشان نخرج جيل قادر يقود البلد ويخرج الوطن من النفق الضيق يعني. أولا أنا أيضا سوف أبدأ معك من الأبيض عروس الرمال، وأنا أحيي كردفان الغرة ومخيرا برا وجوه وجوه برا. الأبيض
واحدة من ثلاثة عواصم قادة الحركة الوطنية، أم درمان بلا شك، ثم عروس الرمال وعطبرة. وإذا رجعنا إلى عروس الرمال لابد أن نذكر الرموز الثقافية فيها، لابد أن نذكر جريدة كردفان والفاتح النور، وما زالت مطبعاتها قائمة ومبناها قائم وندوتها موقع قائم في قلب مدينة الأبيض. ولا بد أن نثب إلى حي القبة الذي أنجب إسماعيل الأزهري من الأبيض، كردفاني أو الرئيس للوطن من أبناء كردفان. لنذكر في ذلك الحي أيقونة الفن السوداني محمد عوض الكريم القرشي وطن الجدود، ثم البرضي محمد خير ميمان. ثم نذكر أيضا في الأبيض لا بد أن نذكر وذكرناها ملكة الدار محمد أحمد فراغ العريض. الأبيض أيضا حركة الخريجين في مدينة الأبيض والتي قادها كثيرون، ذكرت منهم القرشي، والقرشي ذكر باهنور بل أنت رب الفن يا باهنورنا. أذكر الشيخ القرشي في مجال الصحافة، وأذكر هذه الأسماء. والأبيض مدينة ما زالت معطاءة جدا، مدينة فنانة، مدينة ذات اجتماعيات لا تتكرر في أي من مدن السودان، يمكن الدمر المكذوب والأبيض، يعني مجتمع تحس أنه أسرة واحدة. لذلك الكردفان الغراء سواء كان بفنانينها ذوي البصمة المميزة، أبا إبراهيم موسى يا سلام عيني عليك باردة يا سلام، وتاج السر وصديق عباس وخليل إسماعيل، والقرشي يغني أيضا، والشفيع رغم أنه مننا من شندي ولكنه أيضا ينسب إلى الأبيض إبداعا، لأنه كان يهاجر بقصيدته الجديدة ليسمعها إلى القرشي. الأبيض أيضا في الجانب الاجتماعي ما زالت مدينة متماسكة، مدينة نشطة. نحن قوات الشرطة أقامت مسرح ونادي ضخم جدا في الأبيض، ما زال من منائر هذه المدينة. وأذكر أيضا كما أذكر عطبرة وأذكر دامر المكذوب التي أنجبت السير أحمد قدور وعبد الله الطيب ومحمد المهدي مكذوب ومبارك عبد الوهاب رضوان ومهدي الأمين ومحمد حسنين وعثمان حميدة رائد المسرح الفكاهي نعم هذه المدن وحسن خليفة العطبراوي دامري مويس، هذه الأسماء، هذه المدن لعبت دور وطني كبير جدا جدا. وأنا بقول الكلام ده للشباب حتى يلتقفوا من يد الرأي فينطلقوا كما انطلق الآباء. جميل. نحن حنجيب أيضا لمشاركة عدد من مدن السودان في مسألة الكفاح ضد المستعمر، منها ود مدني ومنها شرق السودان، لكن نذهب لعاطف. أسمح لي أنا آسف قبل عاطف الحبيب أن أذكر بنحب من بلدنا عشان أنصف شرق السودان. أيوة أبو أمن حامد زميلي. أيوة. الضابط العظيم العبقري أبو أمن حامد بنحب من بلدنا. نعم ده نعم أبو أمنة. نعم يعني ما نسيناك يا أخي، جاي تعمل إيه معنا ده أبو أمنة. يا سلام. وأبو أمنة دي هدية لأبناء الشرق الآن، أرجو أسمع أبو أمنة شوفوا غنى لشنو. غنى لكريمي وغنى لرفاعة وغنى للبقارة وغنى للحمر وغنى لأهل الجعنيين وجوبة وغنى لأدروب. أنا عايز السياحة دي يقرؤوها الآن في الشرق قبل الغرب والوسط وقبل الجزيرة الخضراء. ده أبو أمن حامد، وسبق أيضا أحد أبناء الشرق أفديك بالروح يا موطني حسين عثمان بازرعة سواكن بورسودان. الشرق الآن يغني للاستقلال وللوحدة ولوحدة الصف. يا سلام. دي هدية لابد أقولها لأهلنا في الشرق، زي ما ذكرنا أهلنا في الأبيض في الغرب وذكرنا أهلنا في السافل في الشمال. أقول لهم أيضا أدروب يغني الآن وغنى أجمل الأغاني أفديك بالروح يا موطني ابن الشرق. يا سلام. حسين عثمان بازرعة وبنحب من بلدنا ضابط الشرطة الهمام أبو أمن حامد. جميل. عاطف بعد النزار معلش أنا والله الحاجة دي لا تفوت يعني. طيب. إنه ده بيدل على إنه الكلمة لها المقدرة على اختراق الحدود الجغرافية، والكلمة واللحن عندهم مقدرة على الاستقرار. يعني إحنا الآن بنتكلم عن سنين مضت يعني، فالكلمة بتظل قاعدة، والوعي المطلوب لكل شخص عنده مقدرة إنه يقول كلمة تظل
هو ذات الوعي المنطلق الوطنية ومحبة الوطن واللي احنا مجتمعين فيها هسه. يبين انا حاجيك ده محورنا الجاي في الكلام. عاطف نهدي الناس شنو؟ والله يا اخي ما عارف يا نغني للسير احمد القدر. نعم نغني له. نعم بس خلاص. وانا يعني احيي فكرة شقيقي الراحل صاحب اغاني واغاني هذه البصمة النادرة جدا السير احمد القدر الله يرحمه. هذا مسجود في الساحة الان. نعم الليل صافيني
أغاني من تاني والقاك يا حبيب عمري وتلقاني وتلقيت معايا ولحظة ما نسيتك ولا نساني لا بنسى ولا ولا عايب بعد حبك بعد حبك أحب تاني بعد حبك بعد حبك أحب تاني حنيني إليك وليل الغربة أماني وطيب ذكراك لدمع حنيني إليك وليل الغربة أماني وطيب ذكراك بدمع القلب أبكى شكرا شكرا يا عاطف والرحمه والمغفره لي يا عاطف ونذكر ايضا العاجب العاجب توأم يا سلام عبقري ايضا توأم كيف السر العاجب العاجب السر ايوه نعم لهم الرحمه جميعا اعود بالسؤال لنضال كنا وقفنا قبل الفاصل غناي عن الكلمه وتاثيرها لعله اول ما واجه به الانسان السوداني المستعمر الكلام بدوا بمظاهرات طلعوا يهتفوا نحن ونحن الشرف البادخ كلمات خليل فرح بعدها غنى حسن خليفة العطبراوي من أغاني يا غريب بلدك يا غريب يلا لبلدك وغنى لمحي الدين فارس لالن أحيد وبعدها كتب الصاغ محمود أبو بكر وقبلهم في النضال ضد المستعمر ودع بدمعك من تحب فإنني أنا إن دعوتك لن تعيش إلى غدي كل المعاني دي بتخطنا في قالب واحد وهو دور الكلمة وتأثيره في الناس والسؤال أنا قبيل كنا في مؤانسة مع ساعة الفريق قبل ما نطلع على الهواء هل كان المستعمر بيدرك خطورة الكلام ده على الناس ليحاصر هؤلاء المبدعين وتبدأ تتوزع المناشير بالليل والشق الآخر من السؤال أنا عارف أنه مفروض ما يكون من شقين لكن ما تنسيه وهو واجبكم الآن أنتم كمستنيرين ومثقفين في ما يحدث داخل المجتمع السوداني على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية. طيب بالنسبة لدور الكلمة أكيد لو ما كان يعني المستعمر يخشى ما كان ضيق الخناق على كل اللقاءات اللي بتتم للمثقفين وقتها والمنتديات والحراك الثقافي اللي تولد منه الحراك السياسي. فده معناه انه الكلمه فعلا كانت سيف وكان هو يخشاه تماما يعني دي حاجه. الشق الثاني من السؤال اللي هو انه دور المستنيرين والمثقفين في ما يحدث الان ما بعد الاستقلال الان عالية. ما يحدث الان طيب المسؤوليه عظيمه في كل الحقب يا نزار وقد يكون سهل جدا انا ما داير استخف بحاجه لكن احنا نشأنا على المقولة بتاعت إنه أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب, على الغريب. فبتتحد الصفوف يعني أي زول بيشد أزر أخوه لما نجي نحارب غريبه بيبقى سهل توصل رسالتك لكن لما يبقى الوجع مننا وفينا الوجع مننا وفينا كيف يمكن السؤال اللي انت وجهته بين للبروف اللي هو إنه الوعي الوطني
في الجيل الحالي. الحراك الثوري والقيادة أظهرت تعافي تام في المجتمع بصورة كبيرة. كيف؟ يعني الحاجات طلعت من القيادة، عندك خطمة، عندك شيل حقت شباب، سبل الراحة اللي توفرت ما توفرت عشان أي زول مثلا جاي من اتجاه محدد، لا، توفرت بوطنيتنا بشهاب، ظهرت فيها حاجات السودانيين السمحة اللي كنا نخشى إنه في الجيل الحالي هي ما في أو بقت بدت تنعدم. الحاجة دي يعني يمكن ظهر جليا إنها لا زالت فيه. الوعي الوطني هو الممكن يقودنا لوطن يشبهنا ويشبه أحلامنا وأمانينا. الوعي الوطني ده ذاته لو كان منطلق من تربيتنا الصح إحنا كسودانيين بحاجاتنا السمحة، المروة، الشهامة، الكرم، العطاء، محبة الآخرين. يعني مقاطعة، أنت يمكن زرتي مناطق مختلفة من السودان، صحيح، شفتي بساطة الناس ومحبتهم، صحيح، لأي زول جاي زاير، صحيح، بتفتكري شنو لب المشكلة عشان أن إحنا الآن اليوم بنتكلم عن نقوش على ذاكرة الوطن عشان نناقش مشكلة وضع لدولة استقلت منذ 67 عام؟ طيب، الشعب السوداني فيه والحياة، أنت شفت الحاجات البساطة اللي أنت بتتكلم عنها، لأنه الإنسان إنسان الريف لا زال محتفظ بالحاجات اللي أنا ناسي قاعد أقول لك فيها، الشهامة، المروءة، البساطة، نجدة المستغيث وهذه الأشياء، الإيثار. التفضيل. شفت خط كده كم خطأ تحت الإيثار دي؟ نعم. طول ما أنت بتأثر حاجة أخوك على حاجتك، والله ما في اثنين بيزدحموا في باب، خلي في كرسي وخلي في وطن وخلي في مسؤوليات ناس. متى ما حسيت انه في شخص افضل منك واولى منك انه يستلم حتتك؟ الان انا قادره ادير الحوار افضل منك، انت زحيت لي قعدت بيجاي وانا قعدت هنا، اعتقد الحلقه حتمشي اجمل. انا ما قادره اقول يمكن السؤال الحول استاذ عاطف للبروف، بحس انه ممكن يجاوبه يعني اكثر من انه ممكن هو يجاوب عن نفسه. فالحاجه دي لو اتوجدت ما اعتقد انه احنا بنعاني ازمه زي الازمه اللي سمعانينها. التصالح والسلام الروحي حاجة جميلة جدا، واعتقد انه يمكن تتنافى مع حاجات كثيرة هسي، لكن لو بقت سيدة الموقف التسامح والسلام الروحي والتصالح مع الآخرين ما بنضطر يعني نعيش المشاكل الآن عايشينها كلنا. جميل، نسمع نصي أنا بقى. ده من وجهات نظري طبعا. طيب نسمع وطني أصالة، وطني بسالة، وطني مروة، بيه بنبشر ونهز الضراع بقوة، ساعة رقصة الدوش كم زخيرا دو شانو البنسفيف لاب الرعب ما نسوى، وطني محل طديق الواسع هو البلتمني، وبكتم سر زي ما في حشاه كتمني، أكان الخوف ضرب قلبي وظلم شتمني، وين غير الوطن عزي وكرامتي وأمني، وطني زخيرة، وطني السلطة والجاه والأهل والجيرة، ساعة الدنيا يشوي حفل كتابها جيرة، بيبقى الضل لحظات الهنا الأخيرة، وطني النوبة والنقارة والمردوم، وطني السيرة والعرض وغنى الحروم، وطني الدوكة والدنقابة خير ويدوم، وشانه بغني لا من ينشف الحلقوم، وطني قبائله لا بتنعد ولا بتنقاس، خلق زاين سماحة تعدد اللجناس، وحاط اسم الله ما محسوبة من الناس، كان لي حارة ترضي بحنسوني حناس، ها ما بقيد رحيح نمك ورك الراس، وقلمي بركزة من جهة غناك تراس، وطنا رحمه ما جابت برا الفراس، عليه ذكرى ويقيف شعر الجسوم والراس، غير أهله البقيت الواقعة أراضي غنية في جوف المعادي الناقعة، سماح وقت مقالة البرق والصاقعة، يوم وشت الشمس ليه احتراما فاقعة، فوقه بنم وفوقه بغني، فوقه بدوبي ما دام ريدو في الشارع سترتي وتوبي، أنا مليانة بالعز والشجاعة، جيوبي ما دام أصلي قبال عربي زنجي ونوبي، ما دام أصلي قبال عربي زنجي ونوبي. شكرا. الوطن المحبة فرضي أنا زار. جميل. إسماعيل حسن شخص أيضا عرب ممزوجة بيدم الزنوج الحارة بيلها لي. سعادة الفريق، ماذا نستفيد من ذكرى الاستقلال وهو يمر كل عام في الأول من يناير؟ أولاً ذكرى الاستقلال أول قضية لهذا الجيل هي الوحدة، وحدة الصف الوطني.
والاستقلال لم يتم إلا بوحدة السودانيين، وحدة الرأي. والاستقلال درس لكل الأجيال، إذا اتفقتم سوف تعبرون. وبذلك في 19 ديسمبر 1955، لما تم الاتفاق بين القوى السياسية تم العبور في ذلك اليوم. هذا هو الدرس الأول، وحتى جيل المثقف نادى بهذا الدرس. أنا قبل شوية بتكلم مع عاطف، تذكرنا الأغاني الوطنية وتذكرنا وطن الجدود وتذكرنا بيت معين أيوة. ليس في وطن الجدود أيضا، ولكن القرشي في الشاطئ: يا حبان سهرت بينا. هذه قصيدة وطنية وله بيت مشهور جدا، الناس ما منتبهين له حتى ما بزعوه في يوم زي ده، اللي بيقول فيه بخاطب يا عاطف أيوة. بخاطب الناس والمواطنين، اللي بيقول لهم يعني فيه وحدة ونضال وسلام، ويعني سيبوا الخلاف في عظام، سيبوا الخلاف يا عظام، دارين يكون لنا شان، أي وحدة ونضال وسلام أو كفاح وسلام علشان يكون لنا شان. حتى يكون لنا شان لابد من الوحدة. صح. طيب القرشي خاطب ذلك الجيل قبل الاستقلال واستجاب الجيل لهذا النداء. الآن الناس محتاجين أن يتفقوا، الشارع بتفرج والشارع يمترس والشارع بينقفل منتظرين بيتفقوا، مش ممكن. ولذلك لابد أن يتفقوا ليرتاح الشعب وليقنعوا الناس إنهم هم قدر المسؤولية. صح. يعني زي ما قال القرشي عادين وحدة، والقرشي جاملهم قال لهم يا عظام ليه؟ لأنه ناس قدموكم، الزول قدمك، إذن خلي الوطن أسبقية، خلي المصلحة العليا أسبقية، خلي السودان أسبقية، خلي هذا العالم أسبقية. لكن لو كان حزبك أسبقية أو الكرسي أسبقية أو بتتطلع إلى موقع، ده ما بينفع. ما بتقدمنا، بتقدمنا الوحدة، وحدة الرأي، وحدة الصف، وإنه صحيح. السودان أولا يكون شعارنا لما نيجي نقعد مع بعض، الوطن أولا، ده العبور اللي ممكن نعبر به. مؤكد. جميل. عاطف نسمع أغنية. جدا حاضر. طيب دارين نقول حاجة كده وطنية جميلة. أنا شايف الأخوة نضال تترنم معاي. انت عارف الليله الليله طلعت مني حاجات كثيره. انا ابدعتي، الله يسعدك يا رب. انا خليت بالي معاك. يا قمر دوري وين يا قمر دورين، أنا شفتك وين؟ طبعاً في الليل، طبعاً في رمال سهرانة ورجاك تسيل، في دموع الساية يرنو لي نخيل، في وجوه فرحانة عامر بالتهليل، في عيون عسانة غارقة في تكحيل، وكل يدين في وطني بحيل. بحبك يا وطني، بريدك يا وطني. الصباح والصباح رباح، شمسك يا وطني، شمس الصباح والصباح رباح، شمسك.
للفصاح ثياب الصلاح درعك يا وطني حتى الجراح الزمان راح مهرك يا وطني حتى الجراح كل الملاح الجمال انفاح زينتك يا وطني انت عندي كبير وحبي ليك كثير انت عندي كبير وحبي ليك كثير القوم لك يا فينا كبير وريدنا ليك كتير انت فينا كبير وريدنا ليك كتير القوم ليك يا قلي يا قمر طبعا في الليل طبعا في الليل في ضفائر النيل في رمال سهرانه
وسايا يرنوا لي نخيل في وجوه فرحانة عامر بالتهليل في عيون عسانة غارقة في التكحيل وكل دي في وطني يا وطني بريدك يا وطني. شكرا يا عاطف. تعطي يا عاطف كالعادة. شكرا شكرا جزيلا. ونذكر صديقك كابلي. كيف صديقي وحبيبي وعمي ورحل عننا لكن ذكره باقية. نعم نعم. الرحمة والمغفرة لمن رحل ويبقى هذا الوطن الذي نقف له حبا ونجلس في حضرتي حبا. فالقوم عليك يا وطني وفي حضرة جلالك يطيب الجلوس. نضال الأغنية دي ساقتني لسؤال بعيد جدا وهو إنه كيف نعيد تشكيل الوجدان السوداني وننهض بالبلاد من خلال الفنون. طيب أنا زي ما قلت قبل أنا كان في الأول ضربت بها مثل لكن هسي فعليا حقوم أحول السؤال للبروف وهو مش بس بيجيبه أفضل مني هو يمكن يوجهني ذاته وأنا من هنا أقوم أعمل شنو بيدوني كشعب. يا سلام يا سلام. تفضل يا بروف. أشكرك يعني أنت يا دكتورة ما شاء الله عليك. الله يسعدك يسعدك. الـ 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 الوجدان بتشترك جهات كثيرة في تشكيله. الأسرة أو البيت والبيت شيء أساسي جدا. صحيح. البيت اللي خرج مني الشاب أو الشابة أساسي جدا. المحيط أسرة الممتدة التي تراقب هذا الوليد أو الوليدة ثم مراحل التعليم المختلفة اللي فيها مناهج لبناء الوجدان. الآن لم يترك أمر إعداد الجيل للصدفة أبدا. الدول الآن تخطط لمئة عام أو تخطط لما هو أقصر الخطط الاستراتيجية. نعم. وبالتالي تكون لنا خطة لإخراج جيل مسؤول يتحمل مسؤولية يتحمل الراية وتتم تربيته ثقافيا ودينيا وخلقيا وسياسيا واجتماعيا. وبالتالي آن الأوان الآن أن تخلق مناهج التربية الوطنية في مناهج التعليم. أنا شخصيا قد تستغرب في هذا النهج القومي أنا تلقيت تعليمي كله ليس على المنهج السوداني. تعليم أجنبي أو من خارج الإطار السوداني. وأذكر جيدا ونحن صغار في المرحلة الإعدادية اللي الوسطى تعادل هنا في السودان كان منهج التربية الوطنية شيء أساسي. وأهم ما في هذا المنهج إنصاف الجيل الذي مضى. يعني الناس اللي استلموا السلطة بيشعروا بالعرفان والتقدير للجيل الذي سلمهم الراية. مقاطع هنا ساعة. نعم. الفريق. نعم. دي نقطة مهمة جدا وكانت هناك دعوة كبيرة لإعادة تاريخ السودان فكيف يمكن ذكر التاريخ القديم؟ هناك تشكيك فيما كتب من تاريخ ودعوات قدمت على مدى التاريخ الطويل بإعادة كتابة تاريخ السودان باعتبار أن تاريخ السودان المكتوب كتب بأيادي غير وطنية وأن التاريخ يكتبه المنتصر. وده كلام ما صحيح أولا. دي دعوة لا أغراض وغير صحيح. يعني أقول لك كلام في منتهى الغرابة. من أهم الكتب اللي كتبت في تاريخ السودان كتاب تاريخ وجغرافية السودان الكاتب نعوم شقير. نعوم شقير رجل أديب لبناني وكاتب لبناني أو سوري لأن سوريا كانت موحدة بتشمل جبل لبنان. نعوم شقير هو كتب أهم كتاب حتى الآن عن تاريخ السودان. ولكن فات على البعض إنه نعوم شقير كتب بعقلية رجل المخابرات النزيه. رجل المخابرة النزيه خير من يكتب تقرير للمسؤول. تقرير. وأنا بكلمك كضابط عظيم وكمدير سابق لأكاديمية الشرطة كمدير سابق لكلية الشرطة كأستاذ الآن في كل المعاهد العسكرية من أكاديمية نمير العليا إلى معهد المخابرات والأمن إلى آخر. إذن العقلية التي كتب بها ذلك الكتاب كانت في منتهى النزاهة. الكلام اللي بيقولوه أن التاريخ مزور ما صحيح. ده كلام ما صحيح. إذن التزوير طول ما مع الدعوات. لا معلش معلش معلش
يمكن فيما بعد تلك المرحلة وفي مرحلة الحكم الوطني حصل التزوير من السودانيين وليس من الذين كتبوا فيما قبل. وأديك مثال، أسأل أي شاب عن جيل الاستقلال اللي أنا ذكرته من شوية عن الأسماء اللي قلتها لك، من مهدي التوم إلى حسن محجوب إلى مرضي إلى ليه، لماذا؟ لأنه النظم الحكمة السودان الحر المستقل عبر 68 سنة، منها 53 سنة حكم عسكري أو معسكر، يعني فرطلة الرئيس عبود، ودي أحسنهم فيها التنمية وفيها فيها، لكن لضرورات سياسية حجب عن الطلاب وعن الدارسين وعن الصحافة أسماء الذين صنعوا الاستقلال، فكان يحتفل بعيد 17 نوفمبر لمدة 6 سنوات. نحن أول سنة بنحتفل بعيد الاستقلال الآن، هذه أول سنة. أيضا لما جاءت مرحلة مايو 25 مايو بقيادة الرئيس الراحل نميري، ال 25 مايو كان تهيل التراب على هذا التاريخ، بل الرئيس في لقاء المكاشفة كان عنده كلمة مشهورة جدا، وهزم الأحزاب وحده، بيبقى آية قرآنية ده من كتاب الله، شوف الظلم للأحزاب. أيضا لما استلمت الإنقاذ انفردت بتنظيم واحد وهو تنظيم الحركة الإسلامية القومية أو الجبهة القومية الإسلامية اللي عملت الانقلاب على الديمقراطية، فظلت طوال هذه السنوات في إنكار لدور الآخرين بل وتدفيه للآخرين 30 سنة. وبالتالي الجيل مش جيلك أنت، جيل والدك الكريم لا يعرف شيء عن الحركة الوطنية، لأنه حاولوا أن يقحموه في تيار واحد مع احترامنا، وفي لون واحد وفي حزب واحد وفي رؤية واحدة. إحنا 200 ما فصلنا النشاط السياسي من أدائك الوظيفي، أعتقد أنه بتصح الصورة، واعتقد انه بيقعد الشخص الصح في المكان الصح. جميل. انا جايك بسؤال، لكن سؤالي لسعاده الفريق، بما انه انت قلت انه التفرقه اللي حصلت للاجسام السياسيه لم يكن من تركه المستعمر، اذا هل كان الاستعمار عملا ميلودراميا كما وصفه الطيب صالح باعتبار انه لم يكن ماساويا كما تصوره السودانيون، ولم يكن نعمه كما صوروه هم الانجليز؟ يا اخي شوف، السودان ده السودان الحديث، السوداني لسه لابس سكر في انت قاعد وفي ايدك ساعه، صنعوه الانجليز وحرروه السودانيين في الاخر، ناس ازهري وعبد الله خليل والسيد عبد الرحمن اللي ما ذكرناه، اخطانا لم نذكر رجل عظيم ديه، وايضا الحسيب النسيب السيد علي بن غني. السودان ده اتبنى من كيتشنر، من وين جت الخطط الخرطوم دي العمل على اليونين جاك، انبنى بمجهود غير عادي عشان انتوا سنه 56 يكون عندكم دوله، أحسن عاصمة في أنظف عاصمة في أفريقيا الخرطوم. الخرطوم اللي فيها بومارشيه وفيها سان جيمس وفيها قاعة الموسيقى جيم اتش وفيها اللورد بايرون. الخرطوم كان بيجوا ناس من القاهرة ومن أديس أبابا عشان يشتروا منها ويرجعوا بيوتهم. وأحب أقول لك أكثر جيش وطني في العالم الجيش السوداني. أكثر عنصر وطني ولعب دور القوات المسلحة السودانية ولم تنصف، وقوات الشرطة، قوات الأمينة جدا، قوات ناس باروه بالك مع وجه هذا الأمر العظيم جدا اللي كان عندنا في الداخلية وحيعود الآن. بعد 67 سنة من الاستقلال، أنت كيف شايف الدولة السودانية؟ أنا متفائل لعلمك، أنا أوبتوميستيك، يعني أنا طول حياتي متفائل، ويعني أنا لا أقنط من رحمة الله، وأنت عارف الذين يقنطون من رحمة الله دي القوم كافرين. أنا أبدا صحيح. أنا قوي الأمل فيه، وأنا أملي فيكم أنتم، فيك أنت يا نزار وآخرين لعلمك، يعني أملي فيكم، وبالتالي وانا متعاطف مع الشارع لعلمك، اشوف عليه لما يقدر يجي نوبتهم بتكيف منه، لازم ينتصروا ويعبروا، لكن ما بالطريقه دي كمان، لا لازم يكون في عقلاء يجيبوهم يقفوا مع ابواتهم ديل يعبروا معهم. نضال، كيف يمكن توحيد الصف عبر مدخل الفنون والابداع؟ طيب احنا طبعا انا حاسه انه الموضوع من الاستقلال مشينا لاتجاه سياسي بعيد، وانا طبعا صفر في السياسه احسن حاجه صفر في السياسه، انا متملك صفر زيك لكن ما بقدر، انا متملك صفر لكن ما بقدر. الله يديك جميل يا نبا، وبرضه بحاول ابقى صفر بالشعب والفن. الله يسعدك. طيب المسؤوليه قلت المسؤوليه كبيره جدا، وانا عارفه انه في تجارب فرضت وجودها وسطرت لنفسها تاريخ يحسب من التاريخ الحراك الثقافي أو تاريخ الحراك الثقافي السوداني، وهي كانت بتنتمي لأحزاب، أسماء لمعت جدا
نحن ما بنقلل دورهم، لكن يظل الدور عظيم. يعني انت الان الشاعر او الفنان اللي منتمي لحزب ومسؤول من انه يقدم فنه للعامة الما منتمين حتى لحزبه، ده عليه مسؤوليتين. اللي هي انه كيف انك تملص جبة حزبك وتلبس جبة وطنيتك في الوقت الملائم، ومتين تلبس جبة حزبك عشان تمرق للناس التانين بجبة حزبك وتنشر ثقافة حزبك اللي انت دايره. انا زي ما قلتك بيل قبل كلامي، انا ما عندي علاقة بالسياسة، والحاجة دي انا مش فخورة بها، انا مرتاحة فيها. بس لكن انت انضال كشاعرة، كشاعرة دور وطني، دور وطني. احنا نتكلم عن انه توحيد الصف من خلال ما تكتب من اشعار، من خلال ما تقدم من برامج في الاذاعه. مش اكتب بس، حتى الاخرين. انا ليه بديت بزول عنده حزب وزول ما عنده حزب؟ لما ينادي نداء الوطن اعتقد انه المثل بسيط، زول امه نادته، وزول الحي بيولع نار كله، وفي اللحظه دي امه بتنادي، وهل يسيب لنداء امه ويترك نداء الحي اللي بيحترق وبيصل الحريق لبيته؟ ما اعتقد. لكن بتاني تتحكم وطنيتك، ده سؤال اجابته مفصليه في اتخاذ القرارات. دور المبدع اتجاه وطنه واتجاه احياء روح الوطنيه في الاخرين دور كبير جدا. والكلمه سيف والكلمه سلاح، والموسيقى عندها مقدره انها يعني تجذب الشعوب حتى غير الناطقه باي يعني بلغتك اللي انت بتغني بها، قد تجيك بس عشان لغتك الموسيقيه إن صحت العبارة دي. فأعتقد إنه الدور كبير جدا، ومش أعتقد، أنا أجزم إنه الدور كبير جدا لأي مبدع يعني. جميل، بالروح المتفائلة دي خلينا نسمع نص قبل ما ننتقل لعاطف. طيب أنا حاسمعكم حاجة حماس أكثر من إنها جميل اتجاهها ثاني. هو لنا الرقزة في اليوم اللي بيفز الناس، ويا طول غيرنا يوم يحمل وطيس بنكاس سودانية تيلاد عز رجال فراز بفكوا الرقبة في العركة وبيشقوا الراس. أبشر أبشر يا طول غيرنا بيعف الدم ويحل الديا، ويا طول غيرنا بيدفع ببسنام للديا، ساعة تكبر العوة ويجوا الجودية بنسوم روحنا والدم لكبارنا هدية، غيرنا منو اللي بيقودوا بحلحل المشبوكة، ويا طول بنجلد كان حرة الدلوكة، غيرها لدماهن بالكرم محبوكة، يا طول بيدخلوا النار المعلي بروكة، ناس حيشان وناس ضيفان وأسياد عز وسكين الضراع بيتراها تنز. أبشر يا طول بيدفع الشاي لو ضراع يهز، يا طول من سبات الموج بلوج وبفز، ناس حيشان وناس ضيفان وأسياد عز وسكين الضراع بيتراها تنز، يا طول بيدفع الشاي لو ضراع ويهز، يا طول من ثبات الموت بلوج وبفز، سودانية شان الما بيعرفوا يعرفوا معون الكرم وجود صغيرنا بسرفه، يا الناكرين ثباتنا وبيه ما بتعترفوا، بحر السمت جانا وقال تعالوا أغرفوا، نحن صغيرنا للميت التشرف مارك يموتوا ستية شان ما ترشوم ومطارق، سودانية مخبورين غروب ومشارك، كم بسيفنا شلنا رقاب تلوب وجرارك، كم بسيفنا شلنا رقاب تلوب وجرارك، ابشر بالخير. شكرا يا نضال. عاطف دن الداك وكتر ما بيقول الديه، ابدرك الموشح كله بسومي، ابرسوا البكر حجر شراب ستين كتال في الخلاء، وأبا كريم في البيت تسلم لي خال فاطمة ليهم بلالي اللي الرجال عاقلة لي خال فاطمة ليهم دلالي واللي الرجال عفوا يسلم.
أبكريك في اللجج سدر حبس الفجج خال فاطمة أبكريك في اللجج سدر حبس الفجج خال فاطمة عشميك حبل الوجج انا اخويا وقلام الحجج خال فاطمة ليهم ولالي اللي ذا الرجال عبا يسلم يسلم لي خال فاطمة ليهم ولالي الرجال عطايف يا خريف الرتوع أبشك قمر الزبوع الفاطمة يا خريف الرتوع أبشك قمر السبوع قال فاطمة بلالي فوق بيته بسند الجوع يا قشاش الدموع قال فاطمة ليهم بلالي ولد الرجال عطلة فاطمة ليهم بلالي يدري العطوة شكرا يا عاطف على اللحن الجميل. هذه كانت حلقة اليوم من نقوش على ذاكرة الوطن والتي سعدنا فيها بأن تكون برفقة عدد من الشخصيات المعروفة قصدنا أن نحتفي برفقتهم ومعكم بهذه الذكرى العظيمة ذكرى استقلال السودان المجيد الذكرى 67. شكرا جزيلا سعادة الفريق الدكتور البروفيسور عمر أحمد جدور كتر خيرك كل عام أنت بخير. أنت بخير وهذه القناة والوطن العزيز وعاطف ونضال الله يسعدك ويسلمك يا رب الله يديك العافية. شكرا دكتور نضال حسن الحاج الشاعرة والإعلامية نورتينا ومبروك كل عام أنت بخير. شكرا نزار وسعيدة جدا والله الإطلالة عبر قناة الشروق بعد انقطاع وسعيدة جدا بالإطلالة عبر الشاشة برضو بعد انقطاع وسعيدة أن تكون الإطلالة مع أنه تحدي يعني لكن سعيدة برضو تكون الإطلالة برفقة يعني البروفيسور عمر وأستاذ عاطف ومبسوطة جدا كل سنة أنت طيب وكل الناس بخير. أنت طيب شكرا يا عاطف عبد الحي شكرا على الحلقه الجميله. سعيد جدا جدا انا التقي بسعاده البروف عمر احمد قدور الجميل والحسناء نضال حسن الحاج الشاعر. الله يسعدك ويسلمك ان شاء الله يا رب. شكرا لكم انتم ايضا على حسن المتابعه نتمنى ان ياتي هذا العام والسودان افضل حالا نتمناه ان نراه كما تمناه اسماعيل الازهري وخليل فرح وكما تمناه الذين سبقونا بهذا الجيل كل عام وأنتم بألف خير والوطن في أفضل حال في أمان الله. التوبة